المختبر برنامج يقدم معلومات عن فوائد الفحوصات المخبرية من تقديم الدكتور محمد عسعيس، دكتوراه في المختبرات الطبية وأمراض الدم. المختبر برنامج يومي عبر أثير أجيال. أهلا وسهلا بمستمعي ومستمعات أجيال عبر منصاتها المختلفة. فحوصات الغدة النخامية. تقع الغدة النخامية في قاعدة الدماغ، وهي غدة صغيرة بحجم حبة الفاصوليا، وتنقسم إلى قسم أمامي وآخر خلفي، لكل منهما هرمونات خاصة فيما يأتي التفاصيل. هرمونات الجزء الأمامي من الغدة النخامية: أولا هرمون النمو، يساعد هذا الهرمون على النمو وتجديد الخلايا ويستهدف العظام والعضلات خصوصا. هرمون تحفيز الغدة الدرقية، يعمل هذا الهرمون على تحفيز الغدة الدرقية لإفراز هرمونات المسؤولة عن عمليات الأيض. الهرمون الموجه للغدة الكظرية، يحفز هذا الهرمون الغدة الكظرية على إفراز الاستيرويدات خصوصا هرمون الكورتيزول. الهرمونات المسؤولة عن الإباضة وإنتاج الحيوانات المنوية، حيث تتحكم هذه الهرمونات بالوظائف التناسلية، تعمل على تحفيز المبايض لإفراز البروجستيرون والإستروجين، بالإضافة تعمل على تحفيز الخصيتين على إفراز التستوستيرون. أيضا تفرز الجزء الأمامي من الغدة النخامية هرمون يسمى البرولاكتين، حيث يساعد هذا الهرمون على إفراز الحليب عند النساء المرضعات. أيضا يتم إفراز الأندروفين، حيث يساعد هذا الهرمون على تسكين الألم، كما أنه مسؤول عن بعض مراكز المتعة والسعادة في الدماغ. أيضا تفرز الجزء الأمامي من الغدة النخامية الهرمون المنشط للخلايا الصباغية، حيث يساهم هذا الهرمون في زيادة تصبغ البشرة استجابة لأشعة فوق البنفسجية. بينما يفرز الجزء الخلفي من الغدة النخامية هرمونين اثنين، وهما الهرمون المانع للإدرار أو ما يسمى بالفازوبريسين، حيث يعمل هذا الهرمون كمضاد لإدرار البول، كما يساعد على الحفاظ على الماء ومنع الجفاف. أيضا يفرز هرمون يسمى الإكسايتوسين، يساعد هذا الهرمون على زيادة إدرار الحليب، كما ويساعد على انقباض عضلات الرحم أثناء الولادة. يتم إجراء فحوصات الغدة النخامية عن طريق الدم، ويتم إصدار النتائج خلال ساعتين. استنونا في حلقة جديدة عن فحص ومعلومة جديدة. دمتم بصحة.